عايزين نصمم كده الفاونديشن مع بعض. ده أكبر حمل عمود على الحمل الرأسي، أهو الـ F 3 3 3 ونص أهو زي ما إحنا شايفين، الباقي كله أقل منه، تمام؟ طيب، فأنا دلوقتي معايا ملف بلوكن برضو كنت شغال عليه قبل كده، فهشتغل عليه برضو وحاول أدخل كل الحالات اللود كومبينيشن اللي أنا كنت عاملها قبل كده، تمام؟ ادي كده الحاله بتاعت الديد لود، وابتدي ادخل نقطه نقطه اهو اف 3 3 علامه 3 علامه 5 5 5 تمام، وكله بواحد، ادخل كل الحاجات اللي باقيه دي بواحد، تمام. طيب ده كده ديد، بس نخش على الحاله التانية اللي هي ديد ولايف. تمام، طبعا هنا عشان اصلا انا مش حاطط اي لايف فوق، لان هو مفيش اي لايف خالص، يعني هي قماشه مفيش حد اصلا هيطلع يقف فوقيها، تمام. فالديت هيبقى زي اللايف بالظبط. ممكن نعمل كده كنترول سي كنترول في، تمام. طيب نشوف الحلقه بقى اللي بعديها، تمام، اللي هي 75 لايف لود. 75 اهو، تمام، 3 علامه 4 وكله واحد واحد واحد. هي أصلا أحمال بسيطة خالص، أهم حاجة بس أحمال الرياح، خلي بالك منها، تمام. تمام، الحالة دي متكررة، هي مالناش دعوة بيها، تمام. 3 علامة 6 والباقي واحد. المومنت، مومنت اللي هو ام واحد ده، خلي بالك المومنت هنا بيبقى مختلف عن المومنت بتاع البروكن. ام واحد ده هنا اللي هو بيدور محور واحد، تمام، القيمة بتاعته 2 علامة 1. طيب عشان هو خلي بالك في اتجاه واي، يبقى احنا هندخل المومنت ده في اتجاه واي، بس كده تمام. نخش على اللي بعده الزد، اللي هي بقى ايه، وينت 75. ايوه، عايزين بس نتأكد ان الحالة دي احنا كنا عاملينها اصلا ولا لا. دي الحالات الالتميت، ادي كل الحالات السيرفيس. طيب يبقى انا هخش اعمل الحالات دي مع الحالات اللي هي بتاعت الزد، تمام. طيب هعمل موديفاي كده كنترول سي واطلع اعمل الات كوبي كنترول في، واعمل هنا ويند ويد زد اللي هي من فوق لتحت، تمام. موديفاي اوكي، تمام، اعمل موديفاي كنترول سي، بعد كده ات كوبي اهو، بعد كده اب موديفاي اوكي اوكي يظهر لي كده بس الحالات كده سريعا عشان بس ايه ما ننساش. شوف بقى، دي بقى اللي هي الحمل الرأس من فوق ومعاها الرياح من فوق، خدت بالك اللي هي بقى ايه الاحمال الرأسية اللي هو الديد، طبعا مفيش لايف ومعاها حمل رياح نازل عليها كمان من فوق لتحت، يبقى 14.5 والباقي واحد، تمام. طيب ناخد كمان كده معاها في السريع الحالة اللي هي من تحت لفوق، سالب بقى، سالب 7 علامة 4 سالب 7 علامة 4 والباقي بواحد. طيب نخش في الحالة اللي بعديها على طول من هنا اللي هي ديد ولايف، هتلاقيها ديد 75 لايف، تمام، هتلاقيها هي نفس الحالة دي، لأن أصلا ما عندناش لايف لود، تمام. نعمل هنا كنترول سي، تمام، بعد كده كنترول اس، تمام. واحد ديد وواحد ويند، ويند اكس، واحد ديد وواحد ويند اكس اهو، يظهر بقى قوة بقى ايه هوريزونتال، تمام. طيب
ويند اكس، يبقى ندخلها في الاتجاه بتاع الويند اكس. هو اف واحد ده اللي هو في اتجاه اكس. طيب الاف الرأسية 3 علامة 3، نخلي الحاجات دي كلها بوحيد بس عشان ايه ما نتلخبطش. ثلاثة علامة وثلاثة علامة أربعة والباقي كله بواحد. تمام. المومنت في اتجاه إكس برضو سالب 8 علامة 3. تمام. والفورس في اتجاه إكس سالب 3 علامة 2 بس. وتبتدي تدخل كده بنفس السيكونس عندك يعني. تمام. واحدة بالموجب واحدة بالسالب، مش مهمة، مهمة بس تاخد الموجب. تمام. في الاتجاه التاني، لأن هي نفسها. هناخد دبليو واي 3 علامة. تمام. الفورس في هنا غلطة لازم نعدلها، ناخد هنا دبليو واي، عشان لاحظت انا ان هي مدية فرص في اتجاه تاني، فلا لو لقيت حاجة غلط خش جوه وتظبطها. تمام اهي، يبقى كده ظبطت. تمام. ناخد 3 علامة 6 2، والفرص في اتجاه الواي طبعا سالب 1. تمام. المومنت في اتجاه الواي برضو 2 علامة 2 علامة في اتجاه الواي، يبقى 2 علامة. وهنا كنترول اكس نحطها هنا. تمام. اكس مع الاكس والواي مع الواي. تمام. تمام. نخش بقى في الزد 1، اعتقد دي ما كناش عاملينها برضو. طيب هنا موديفاي كنترول اس كنترول سي قصدي، بعد كده كنترول في زد ان، بعد كده موديفاي اوكي ديفاين لود كومباينيشن، تعمل هنا موديفاي كنترول سي اد كوبي كنترول في، تعمل اب اوكي كنترول اس. تمام. نجيب اللي هي الان الاول اللي هي من فوق لتحت ديد لود، ومعاها ايه، ومعاها رياح من فوق. دي اكتر حالة حتى الان 18 علامة واحد. تمام. والباقي كله بواحد. طيب نخش من تحت لفوق الويند اللي هي بقى ايه من تحت لفوق. تمام. هنا في حاجة مش مظبوطة. تمام. شفت انا عرفت منين ان في حاجه مش مظبوطه، لان الرقم هو هو، فالمفروض يطلع رقم تاني بالسالب اهو، سالب 11 علامه واحد والباقي كله بواحد. تمام. طيب نخش بقى في اخطر حالات اللي هي الاوين 6. اوين 6 اوين 6 ديد لود. تمام. هنا مش معموله، نخش نعملها. لازم يكون في الحالة كنترول سي ات كوبي، اتأكد بس ان هي مش موجودة اصلا، مش موجودة. طيب يبقى ديد لود 0.6. تمام. مع الرياح في الايه الديد لود 0.6 موديفاي 0.6 ديفولت. تمام. طيب الواي كنترول سي اد كوبي كنترول في اوين ستة اوين ستة موديفاي اوين ستة موديفاي.
ناقصلنا حالات الزد ناقصلنا بس الحالة كنترول سي اد كوبي زد من فوق لتحت. ايوه موديفاي تمام. بعد كده كنترول سي اد كوبي كنترول في من تحت لفوق عدلها لي ابليفت موديفاي تمام. اوكي هات لي بقى كل حالات ايه الاوبن 6 ديد لود تمام. يعني الديد لود خفيف جدا ومعاها رياح تمام. هي دي بقى بتبقى الفكرة يعني. طيب يبقى كده اتنين في فورس في اتجاه اكس سالب 3 علامة 2 تمام. في اتجاه اكس اهو تعالى كده او اكس معاها فورس في اتجاه اكس معاها مومنت في اتجاه اكس. هنا نفس الكلام او فورس في اتجاه اكس معاها مومنت في اتجاه اكس المفروض هنا تمام. اهو المومنت ده في اتجاه اكس يبقى سالب 8 علامة 3 اهو. طيب هخش في اللي بعده وين 6 مع ويند واي تمام. 2 علامة 2 فورس في اتجاه واي سالب 1 علامة خلاص من غير ما تفكر بقى فاهم. المومنت في اتجاه واي بكام من غير ما تفكر يعني المومنت الكبير هنا تخش تكتبه على طول 2 علامة 75 ماشي. هنا الابليفت عايزين بقى الزد من فوق لتحت الأول تمام. 16 16 تمام 16 علامة 7 اهو تمام. أخطر حالة عندنا اللي هي دي اللي هي 1 و1 ماشي والباقي كله بوحايد. طيب الأبليفت بقى طلع لك بالسالب ودي أخطر حالة في التنشن تمام. سالب 12 علامة 2 تقريبا 12 علامة نخليها بنص والباقي كله بوحايد. دي أخطر حالة عندك فرص عايزة تطلعها لفوق تطلع القاعدة بتاعتك من فوق والديد لود خفيف جدا تمام. فإيه اللي هيقاوم الوزن بتاع القاعدة نفسها تمام. هي دي الحالة دي موجودة في الكود وكنا شرحناها قبل كده مع بعض. بس هدخل انا نص في نص الواي بنص زي ما هو كان عاملها تمام. هي على وش الارض هنا الواي ب50 اهو تمام. ابعاد العمود هندخلها مثلا اي حاجة يعني 20 20 لحد ما نصمم البيس بليت بس تمام. اون 6 ديد لود تمام. دي مش مسيف اهو قدرة تحمل التربة عندنا 225 تمام اهو. يبقى احنا كده كل حاجة احنا مدخلينها تمام واخد بالك. ف دي مثلا نخليها 1 متر ونجرب تمام مش ظابطه يبقى نزود لحد ما تسيف فاهم ونشوف بقى الدنيا فيها ايه لحد ما كل الحاجات دي تسيف. تمام ممكن نخليها تحت مدفونة في التربة مسافة معينة واخد بالك ممكن نعمل كده يعني.
بس هي دي الفكرة بتاعت تصميم قواعد لأي مبنى ستيل، بيتعمل بنفس نفس السيكونس ده كده، تمام. بس حاجات الأنصيف دي المفروض بقى بتزود الأبعاد لحد ما إيه ما تظبط معاك. بس كده كل حاجة سيف. لو كل حاجة سيف تبتدي تقلل. بص الفاكتورز بتاع الاوفر تيرنينج ده تبص عليه برضو، مهم جدا يكون اكبر من 1.5، تمام. بس كده، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.